أخبرنا عن فيلم بلال ابن رباح، فيلم إن شاء الله حيكون موجود في صالات العرض يوم الخميس القادم 8 سبتمبر في كل العالم العربي، والنسخة العربي إن شاء الله يوم 12 أكتوبر حتكون موجودة في كل العالم العربي. 3 سنوات فترة الإنتاج بالكامل، واشتغلوا عليها 327 موظف وفريق عمل من 24 جنسية تقريبا بالعالم العربي. الآن الصوت أوفر، الفويس أوفر للنسخة العربية فيهم نجوم عرب، حنعلن عنهم آخر سبتمبر. من أجنبي معنا عاد ويلي اللي كان حاضر العرض، أبو إيان مكشين حق بارتس أوف ذا كاريبيان وشريك، شاينا ميكالين من ديزني. فـ we have very good celebrities في النسخة الإنجليزية.